اليوم يعني مساحتنا الطبية رح نتجول فيها بعوالم الطبيعة، نتعرف أكثر على أهم الأعشاب يلي بتخلينا نحافظ على طاقة جسمنا خلال النهار مع الدكتور شادي خطيب رئيس الجمعية السورية بالطب التكميلي. سعد صباحك ورمضان كريم دكتور. سعد صباحك دكتور، رمضان كريم. رمضان كريم. يعني أهمية الأعشاب بشهر رمضان كيف بتتجلى؟ شو هي أهمية الأعشاب بهذا الشهر؟ هو الحقيقة يعني نحن برمضان بحاجة لشيء يعطينا طاقة، خلينا طول اليوم قادرين نحن بفترات الصيام الطويلة انه يكون الشخص ما يحس بالتعب، بنفس الوقت في شيء مضاد للعطش، يعني نتيجة هن في بعض النباتات اللي بتساعدنا انه نحن ما كثير نشعر بالعطش والحاجة للمي. ما يتعلق بموضوع التعب، نحن في عندنا أكثر شيء بيساعدنا نحن موضوع الجينسينج، نبات الجينسينج من النباتات اللي بتساعدنا بشكل إيجابي على حالة التعب اللي ممكن تظهر عند البعض نتيجة يعني إنه ما في طاقة كافية يعوضوها خلال اليوم. طبعا الجينسينج فيه منه عدة أشكال، سواء كان بشكل صيدلاني دوائي أو بشكل شاي، يعني ممكن يفيدنا بجرعة وحيدة يوميا تؤخذ ممكن عند يعني السحور بآخر السحور، تعطي خلال اليوم طاقة مناسبة. أيضا هناك جينكو بيلوبا كنبات بيعطينا طاقة وبيعطينا قدرة على التعامل مع يعني الأنواع المختلفة من الضغوط اللي عم تصير على الأشخاص، وبالتالي الجينكو بيلوبا كمان هذا موجود بشكل دوائي، ممكن يعني أخذ كبسولة منه يوميا بشكل داعم. هناك من النباتات المنتشرة ببيئتنا كثير اللي هي إكليل الجبل. إكليل الجبل يعني من النباتات اللي ممكن نحن نستخدمها، في البعض بيستخدمها مع المتة أو ممكن نحن نشربها مع الشاي، فبيعطينا طاقة كمان، بيعطينا نشاط وحيوية، ممكن استخدامه بشكل آمن تماما، ويعتبر أيضا من النباتات اللي بتساعدنا بشكل جيد على تحمل التعب. من المشاريب اللي نحن معتادين عليها الحقيقة هو نبات عرقسوس كمضاد للعطش، يعني تمام كثير بيشربوا بشهر رمضان، له تأثيرات كثير مفيدة لانه بيعوض الجسم بالكثير من السوائل، ولكن مشكلته الوحيده هو موضوع ارتفاع الضغط واحتباس السوائل، لذلك يجب الانتباه للاشخاص اللي عندهم مشاكل في الضغط، مشاكل قلبيه، لازم تكون جرعات مضبوطه بكميات قليله، ممكن الاستعاضه عنه بال يعني التمر هندي، التمر هندي كمان بيساعدنا بشكل ايجابي على تحمل العطش خلال اليوم. هي عم نحكي عليهم، نحكي عليهم من ناحيه النباتات اللي نحن بنستخدمها بشكل عام. هلا في عندنا مشاريب مثل الكركديه اللي ما كثير يعني شائعه بمجتمعنا، ولكن هي يعني لها دور كثير ايجابي ومفيد، واللي هي لها دور ايضا في خفض الضغط، يعني الاشخاص بياخذوا الكركديه اذا ضغطهم مرتفع، خاصه الاشخاص اللي تاخروا عن اخذ دواهم خلال اليوم عم بيصير في عندهم مشكله، خاصه الناس اللي عندهم ضغط مرتفع بيكونوا معتادين عاده على شرب دواهم، وعم يكون هيك في تقطيع للجرعات اللي عم ياخذوها، فالكركديه عند السحور وعند الافطار مفيد بهالحاله، بيساعدني بشكل ايجابي على الشعور ب اول شيء يعني عدم الحاجه للماء بشكل كبير، مقوي ونشط وخافض يعني؟ الضغط. المميزه بالكركديه بانه هو خافض الضغط على عكس العرقسوس اللي ممكن يكون له تاثيرات، بس بالنسبه للعطش الضغط. انا قصدي تمام بالنسبه للعطش نفس التاثيرات. بنيجي على الشاي الاخضر، الشاي الاخضر كمان مفيد، طبعا ما ناخذه نحن كثير، يكون يعني لما نقول شاي اخضر او حتى شاي ابيض اللي هن بتكون كميه المواد العفصيه بتكون فيه مضبوطه بشكل جيد، وبالتالي ما في داعي نحن نغليه كثير، نحن بحاله خلينا نقول منقوع وليس بشكل مغلي، يعني ما بنغلي الشاي وهي موجوده المي بقلب الشاي اثناء الغليان، لا، بعد ما يخلص الغلي بنحط الشاي وبنقدر نستخدمه بشكل جيد وايجابي وبيعطي نتائج مهمه. وبالمناسبه الشاي الاخضر كمان في له كذا استخدام، يعني نحن غير موضوع انه هو منشط عام وبيعطينا كميه من الكافيين خلال اليوم، وفيه مضادات اكسده ايضا، يعني مضادات اكسده بتساعدني انه هي تحافظ على البشره، مضاده للشيخوخه ايضا، بتساعدني للاشخاص اللي عم بيعانوا من مشاكل قرحه هضميه. بالاضافه انه نحن في امكانيه استخدام الشاي الاخضر كمضمضه، خاصه اليوم نحن بالنسبه للصائمين بيعانوا من مشاكل رائحه الفم كثير، بيعانوا من مشاكل البكتيريا الفمويه، او مثلا ممكن يكون في عندي بعض المخلفات الطعام اللي بتبقى، فمضمضة فموية بالشاي الأخضر مع كبش قرنفل مع كمية قليلة أو يعني من القرفة، يمكن عود قرفة، بنغليهم هدول مع بعضهم وبنعمل فيهم مضمضة فموية، بتعطي نتائج مهمة كثير، أول شيء كمضاد للبكتيريا الفموية، أيضا بيساعدني بموضوع الحفاظ على رائحة يعني عطرية طيبة للفم خلال الصيام، وهي مفيده جدا. فممكن نعمل هي الوصفه مرتين باليوم بعد حتى ما نستخدم معجون الاسنان، ليس بديل عنه، وانما هي المضمضه هي بتحافظ على
الرائحة العطرية، وخاصة وجود القرنفل مع الشاي الأخضر. الشاي الأخضر له دور مضاد للجير أو مضاد ل يعني تسوس الأسنان، وبنفس الوقت حتى للأطفالنا، يعني حتى بالأطفال طالما بصير في وجبات متأخرة من الطعام لما بنستخدم نحن هالنوع من المركبات يعني بشكل مضمضة فموية وممكن غرغرة، فبيعطي نتائج مهمة جدا، ويعني بيستمر خلال اليوم ما بيشعر بأنه في عنده مشكلة بمخلفات الطعام الباقية بالفم. لكن دكتور اليوم أكيد كل الأعشاب اللي ذكرت لنا ياهن لهم أهمية كتير كبيرة، وخاصة اليوم الصائم كتير بهمه يعرف شو لازم يتناول من أعشاب خلال فترة ما بعد الإفطار وبين السحور والإفطار، لحتى أكيد يعني يتخفف من الشعور بالعطش أو حتى بالجوع. اليوم أي الأفضل أنه تتناول هالمشروب من الأعشاب الطبيعية أول الإفطار أما بين الوجبات؟ فيزيولوجيا نحن اليوم خطأ تماما ونحن نفوت باتجاه الطعام مباشرة. يعني إجمالا لازم نحن نعوض الجسم بكمية قليلة من السكريات، مثلا عن طريق التمر، ممكن عادة أنه يشرب ممكن اللبن الرائب أو الحليب، ممكن شرب مثل ما قلنا مثلا موضوع من المشاريب يعني العشبيه المساعده، وخاصه انه نحن هذا الكلام بيكون بفتره ما قبل يعني البدء بالوجبه الطعاميه بشكل رسمي. نحن بحاجه انه نحن يكون في دخول لكميه من السوائل بعد فقدان هذه السوائل عبر اليوم، وخاصه مع وجود هالشوب يعني خلال يعني اليوم يكون شخص فقد كميه كبيره من السوائل، ما تكون كلياتها مي، ممكن يكون جزء من هذا السائل بناخده نحن يكون هو عباره عن الاعشاب اللي بتساعدني بشكل ايجابي على تحسين الهضم، بتساعدني بشكل ايجابي على يعني التعامل مع هذه الوجبه الطعاميه بطريقه يعني تدريجيه، ما يكون في عندنا مباشره نحن للطعام ويصير في عندنا تخمه. لذلك نحن هون كمان نحن بعد يعني في جزء من الاعشاب لازم ناخده بعد الافطار مباشره او بعد شوي، اللي هو بيحتوي على الزيوت العطريه اللي فيه كمون، الكراويه، اليانسون، الشمره، الشبت، هي كلها مفيده لحتى تخلي الشخص بعد ما انه عم بيصير فيه صيام طويل بعدين كميه كبيره من الطعام، الجسم ما عم ببلش يتمثلها بشكل جيد، عم يصير في عندي تخمه، عم يصير في عندي غازات، عم يصير في عندي معظمهم بتلاقيهم ساعه مشاكل يعني بعد ساعه عند صلاه العشاء او التراويح او بعده بيكون عنده صعوبه في الحركه، حتى صعوبه في التكلم، حتى الادويه مع يعني بالنسبه للاشخاص اللي عندهم امراض بتلاقيهم ما قادرين يعني حتى يشربوا حبه الدواء تبعهم بفائده، لانه عمليا الكميات الكبيره من الطعام اللي اخذوها والسوائل عملت عندهم هي التخمه. فلذلك نحن مفيد بهي الاوقات نحن، لانه عمليا نحن الكميات من الطعام شو بتعمل؟ بتعمل يعني الجسم كله بصير مشغول بالهضم، وهو عمليا فتره الافطار عم تكون فتره قصيره، يعني بين المغرب وبين الفجر عم بيكون فتره كثير قصيره، لذلك ما عم بيلحق حتى يهضم لحتى يرجع يبلش بوجبه جديده اللي هي وجبه السحور، او اذا حابب البعض يعني عم بنقرش بين الوجبات. لذلك كثير مهم نستخدم بهذا الوقت كراويه، كمون، ينسون، هالانواع من المشاريب مع النعنع، ممكن تعطي نتائج مهمه كثير بانه هي تخفف النفخه، بتخفف الغازات، المركبات هي، وبتساعد بالهضم بشكل ايجابي، لانه كمان نحن عندنا مشكله عند الصائم، بتلاقي خلال اليوم حتى نتيجه الاكل قبل بيوم عم بيكون في عنده صعوبه بتفريغ المستقيم، يعني عم بيكون في عنده امساك، مشكله الامساك عم تشعر الصائم بانه هو شخص يعني مرهق متعب، لانه حتى عمليا ما في نشاط، هذا بيأثر كمان على النشاط، لانه نحن اليوم عمليا كل يعني الاغذيه اللي عم ياخذها الصائم اثناء الافطار ما عم بيكون فيها اغذيه بتساعد على الخروج بشكل لين بشكل مريح. لذلك كمان هو مفيد انه نحن يكون من ضمن نظامنا الغذائي استخدام بعض المركبات مثل الختميه، الخبيزه، اللي هي بتساعد ايوه على خروج اللين، على موضوع عدم اضطرابات الهضم، بيكون في عندي تفريغ مناسب للمستقيم بالوقت المناسب. لذلك نحن بنقول لهم دائما كثير مهم انه نحن نجزئ خلال يومنا، هاي السوائل اللي نحن بدنا ناخذها باشكال ثانيه، يعني انا ممكن ما في مانع انه نحن صباحا عند السحور نشرب اكليل الجبل مع الشاي الاخضر. بنرجع عند الافطار بناخذ نحن بدايه الافطار مباشره ممكن مثل ما قلنا كركديه. ممكن بعد الاكل بفتره بناخذ يانسون مع الشمره. بنجي مساء ممكن نرجع بناخذ عفتيك، يعني هالسوائل نحن جزئناهم على كذا مقدار، اعطوني كميه سائل كافيه من الماء، وبنفس الوقت اعطوني الفوائد الطبيه اللي نحن بحاجتها واللي اجمالا كل صائم بيعاني من هالمشكله. يعني لاي استفسار نحن في رقم على الشاشه اكيد عم يطلع لاي حدا حابب يتواصل معنا ويستفسر عن موضوع الاعشاب واهميتها بشهر رمضان، ومعنا اول اتصال. الو صباح الخير.
أهلا وسهلا صباحكم. يا هلا فيكي. رمضان كريم إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية. وعليك يا ربي. معنا معك إيمان. إيمان يا هلا إيمان، شو تحبي تسألي الدكتور شادي؟ لو سمحتي بدي أسأل بخصوص موضوع الأشخاص البتيمين وعم يحاولوا هلا ببرامج التنحيف، كيف ما نقدر ننظم السوائل عندهم؟ قديش كمية المي اللي لازم تتاخذ وشو الجرعات المناسبة؟ هل هي ضمن الإفطار بعد الإفطار مباشرة أو قبله؟ تمام. ومشكورين. شكرا. طبعا مشكورة. سؤال مهم جدا. نحن اليوم بالنسبة لمشاكل البدانة وزيادة الوزن مرتبطة بنوعية الغذاء وليس بكميته، يعني بنتيجة اليوم أي صائم حب يعني بده يشبع أكيد، فلذلك موضوع نحن نوع الغذاء هو المهم، هذا أولا. ثانيا نحن المشكلة الأساسية بأنه نحن مثل ما قلت قبل شوي أنه ما يكون في تفريغ جيد للمستقيم، فلذلك نحن بننصح باستخدام مثلا في عدة نباتات بتساعد بهذا الاتجاه، مثل ما قلنا ختمية وخبازة أو ممكن لبسينيوم. إذا ما توفرت الخبازة يعني بهذا الوقت في نبات لبسينيوم موجود بشكل صيدلاني بالصيدليات، هذا ممكن نحن نستخدمه ببداية الإفطار عند الإفطار لأنه بيعطينا كمية يعني أقل من الطعام اللي ممكن نحن يكون، لأنه نحن في عنا هون موضوع هرموني، يعني الجسم يكون مستعد لكميات كبيرة من الطعام نتيجة إفراز نوع من الهرمونات اسمه الجريلين، فالجسم بده ياخذ كثير، فلذلك لما بنملي المعدة نحن أو جزء من المعدة ببعض المركبات اللي هي لها تأثير انتباج بتنتبج بالمعدة بتعطينا نوع من الإحساس بالشبع، هذا بيقلل من كمية الوارد الغذائي اللي ممكن نحن ناخذه. نحن بالنتيجة إذا كان نوعية الوارد الغذائي جيدة ما في مشكلة بالكمية، وخاصة لما بيكون في عندي نحن شيء كامل، يعني نحن دائما بنحكي عن الخبز الكامل، بنحكي عن استخدام القشور أيضا، ما ناخذ بس الخبز الأبيض، ناخذ الخبز الأسمر، مفيد جدا إذا نحن بدنا ناخذ، إن كان ولا بد نحن ناخذ خبز، ناخذ الخبز الأسمر اللي بيساعدني بأنه هو بيملي المعدة والسيلولوز لا يمتص من الجسم، يطرح مثل ما هو يعني، وبالتالي هذا بيعطيني نتائج كثير مهمة. النصيحة الأخرى اللي هي إنه نحن اليوم عمليا الفطور نحن بالنسبة لنا لازم يكون مجزأ، ما يكون كمية كاملة تفوت على المعدة ويكون في صعوبة بعملية هضمة، وهي المشكلة الكبيرة. كمية السوائل عم ناخذها نحن رائعة جدا بس لو بلا سكر. يعني نحن معظم السوائل عم ناخذها كمية السكريات اللي فيها عم تحولها لضرر أكثر ما أنا فائدة. لذلك نحن لما نقول أعشاب بنقول أعشاب وبالتالي نحن ناخذها بدون ما نحلي بالسكر، وهي نقطة كثير أساسية ومهمة. نحن كمية السكريات المستخدمة أساسا بتحضير هي المشاريب اللي هي يعني صارت شائعة بمجتمعاتنا بشكل كبير، هي عم تحول فوائدها لضرر. لأنه نحن لولا أنه هي محلات بغير السكر الطبيعي أو مثلا محلات أو غير محلات مثلا قليلة التحلية، بقول لك الفوائد تبعها ممتازة جدا، كانت الاستفادة منها بس نحن المشكلة كمية السكر، يعني بنعرف نحن عمليا نص الكوب عم بيكون سكر. دكتور معنا اتصال ثاني، معنا مرام من دمشق. يسعد صباحك مرام. يعطيك العافية. تفضلي دكتور، معك مرام. اهلا فيكي. لو سمحت دكتور ممكن بس بدي اسالك هلا بالنسبه من بعد الفطور بصير معي تقريبا دوخه وانا معي التهاب بالاذن الوسطى. ايه ففي اي شيء بين السحور والفطور مثلا احسن اخذه يخفف لي هالدوخه تقريبا؟ طيب هلا هي اول شيء معافاي، بس موضوع الدوخه مستمره ولا فقط بهالوقت من اليوم؟ هلا هو قبل المغرب في دوخه ولكن بعد المغرب بتزيد معي اكثر مع رشفه. تمام. هلا في ادويه اكيد عم تاخذيها انت، يعني الموضوع في له معالجات كيميائيه، بالاضافه للمعالجات الكيميائيه في نبات اسمه جينكو بيلوبا. جينكو بيلوبا كنبات بيساعدنا بالتغلب على هي الحاله، طبعا نحن من الاشياء اللي بتساعدك كمان بشكل ايجابي هو الزنجبيل مع النعنع، اذا انت بتعملي زنجبيل مع النعنع بشكل ميكس فبيعطيك نتائج، بتحبي تاخذيه بارد بتحبي تاخذيه سخن اللي بدك اياه، فبيعطي نتائج مهمه. جينكو بيلوبا كنبات تاخذيه بشكل دوائي، يعني بشكل كبسولات ممكن تاخذي منه حبتين باليوم، طبعا استشاره الطبيب لانه هو بيدخل بالتداخل مع الادويه الثانيه اللي عم تاخذيها، بتصور سينارزين او غيره من المركبات اللي انت عم تاخذيها، بالاضافه انه نحن الزنجبيل مع النعنع بيعطي نتائج مهمه بخفف هذه الحاله في الدوار او الدوخه اللي عم تصير معك. لو سمحت تفضلي. لو سمحت عم نسمع بقدونس قال كثير منيح للمرأة، يعني شو هو؟ اغلي البقدونس. تمام. مغلي البقدونس جيد، بس شو يعني شو الهدف اللي انت بدك اياه منه؟ هلا عم يقولوا انه بالنسبة لجسم المرأة بيعطي نحف يعني وهي
تمام. هلا الموضوع نحن يعني هي المركبات، البقدونس، الرشاد مفيده جدا، لها تاثيرات مهمه جدا على الكبد. اما فيما يتعلق بموضوع التنحيف وانقاص الوزن فتبعا للحاله اللي هي مرتبطه فيها، هل هي وارد غذائي كبير ام هل هي مرتبطه باستقلاب اقل، او عندي مثلا مشكله امساك، او هي عندي مشكله زياده بكميه الشحوم المتداخله. بالمجمل كلمه السر بالتنحيف بهذا الموضوع هو السكريات. اذا بنقلل السكريات نحن فنحن بنحصل على نتائج مهمه جدا بالتنحيف، وحتى لو برمضان. بالعكس نحن رمضان فرصه، نحن باوروبا ما عندهم شيء اسمه صيام، بس عندهم شهر بالسنه اسمه ديتوكسيفيشن اللي هن بيعملوا فيه عمليه تنظيف للكبد، وبالتالي بالصيام نحن عم نشتغل عليه. عمليا انت فرصه بانه نحن خلال فتره رمضان يتم عمليه تنظيف الكبد، نستخدم مثل ما قلتي البقدونس، نستخدم الرشاد كمركبات بتساعدني بتنظيف ميكروزوم يعني بتنشيط ميكروزومات الكبديه، يعني هذا مفيد جدا. اما فيما يتعلق بموضوع التنحيف ففي عندنا كذا قصه، ممكن استخدام الشاي الاخضر، ممكن استخدام الانجينار او الارتيشوكي مفيد جدا، القنابات طبعا المستخدمه، ممكن استخدام ايضا مركبات البسينيوم اللي هي مفيده اي بشكل كبير جدا، الفوكس البحري، المركبات اللي هي بتعطيني كميات من الاوميجا اللي هي مثل بذور الكتان، بذور الكتان مفيده جدا ومهمه جدا، اول شيء لها تاثير ملين لا يؤثر على الامعاء وحركه الامعاء، ثاني شيء هي بتعوض الجسم بالحموض الدسمه غير المشبعه، وبالتالي هي مصدر كثير غني لحمود اوميجا 3 و6 و9، وبالتالي نحن ممكن الاعتماد عليها بشكل رئيسي في عمليه التنحيف وانقاص الوزن بشكل امن، وحتى استخدامها ضمن رمضان لانه هي بتنشط لي موضوع تفريغ المستقيم بشكل امن وضمن نعم. توقيت محدد. تمام دكتور، اكيد بنرجع نذكر كل مشاهدينا بالارقام الظاهره على الشاشه اذا عندكم اي استفسار بما يتعلق بالاعشاب الطبيعيه. بيحكوا مع الدكتور شادي، معنا كمان اتصال. الو صباح الخير. صباح النور. من وين حضرتك عم تحكينا؟ الو صباح الخير. يا هلا فيك، تفضل، مين معنا؟ انا مع حسام علي من صافيتو. يا هلا فيك حسام، تفضل، شو بتحب تسال الدكتور؟ كل عام وانتم بخير اولا. انت بخير يا رب. الله يخليك. انا بدي اساله للدكتور، انا مريض سكري نمط ثاني وعم اخذ ادويه ميتفورمين 850 كيلوغرام الصبح ومساء، وانا راغب اني استمر بالصيام، بقى ما بعرف شو بياثر شيء على الصحه ولا شو. هو ميتفورمين بس العباره اللي بعدها شو؟ شو الدواء الثاني؟ ما اخذ ميتفورمين فقط بس. تمام. هلا نحن بالنسبه لنا السكري من النمط الثاني هو سكري ممكن معالجته وضبطه من خلال الحميات. طبعا بامكانك استخدام في بعض المركبات اللي اثبتت دراستها، مثلا نحن في عندنا الكزبره تاثيراتها مهمه جدا في ما يتعلق بموضوع خفض السكر، حبه البركه، ايضا هناك النبات اسمه البرسيم، نبات البرسيم من النباتات المهمه والمفيده جدا. طبعا كل النباتات هي بتساعدني بشكل ايجابي بدعم الدواء الكيميائي اللي انت عم تاخذه، وبالتالي بس بدك تراقب السكر انت، لانه عمليا لما نحن بنعمل مشاركه بيكون في مشكله انه ضبط السكر، يعني ما يكون نحن في عندنا انخفاض مفاجئ للسكر، كمان هذا له يعني مشاكل كثيره. فممكن انت تشارك تاخذ الكزبره او تاخذ البرسيم او تاخذ حبه البركه او حتى البسينيوم اذا في زياده بالوزن، البسينيوم له دور خافض للسكر وبنفس الوقت بيساعد بموضوع ضبط الحميات الغذائيه. يعني دكتور الوزن. هو بيقدر يكمل بالصيام وهو كان عم يسال؟ انه بتقدر تكمل بالصيام عمليا بهي التركيبات اللي عمليا انت اذا كان نسبه السكر مضبوطه مع ترتفع ارتفاع حاد جدا طبعا بامكانك تكفي بالصيام، بس اذا كان في عندنا اضطراب بنسبه السكر خلال اليوم لا بدنا ننتبه، لانه تلتزم بجرعات محدده من التوقيت. طبعا هذا بحاجه انك ترجع للمراجع الدينيه، بس بالنتيجه نحن عم نحكي من الناحيه الطبيه، اذا انت قادر تضبط نسبه السكر خلال اليوم ما في مشكله، انت في امكانك تاخذ وتآزر باستخدام بعض الاعشاب والنباتات الطبيه معهم. كمان معنا اتصال. الو صباح الخير. صباح الخير. الو صباح الخير. اهلا وسهلا، تعرفينا بحضرتك، منين عم تحكينا؟ انا محمد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضلي دكتور معك. بدي اسال الدكتور، يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. بدي اسالك دكتور عن السكر، جوزي يعني السكر عالي معه كثير كان ونزل له من 6 سنين يعني عم يكبر السكر، بس نحف بشكل طبيعي يعني. السكر مرتفع من 3 سنوات ايه وما انه مضبوط ما ايه؟ يعني انتم راقبتوا الموضوع، هو السكر
عم بتعالج بخافضات سكر فمويه ولا عم تعطي انسولين؟ ايه عم ياخذ حبوب يعني ما عم تعطي ما عم تعطوا انسولين؟ حبوب هذا يونيكرون هلا عم ياخذ. تمام اللي. خافت سكر فموي بالاول كان غلوسوفاج بالاول. شو المشكله عندك؟ عم ياخذ النحف سكر؟ النحف المشكله انه عم يزيد النحف كثير عم ينحف. عم ينحف كثير. طيب ايه يعني ينزل وزنه كثير. خافضات السكر اللي عم تعطوه اياها باشراف طبي ولا لحالكم انتم استخدمتوا ايه باشراف طبي بس طيب. السكر عم ينزل بالتحليل عم تراقبوا السكر بشكل دوري؟ ايه صار ما عم ياخذ دواء بينزل وبس يعني انترك الدواء بيرجع رد يطلع. طيب طالما في عندنا هذا الاضطراب بس المشكله عندنا دكتور عفوا انه عم ينزل وزنه كثير يعني. طيب برجع بقول شغله كثير مهمه، نحن عمليه ضبط نسبه السكر مهم جدا بالاستمرار بالمعالجه، لانه ممكن نوع خافض السكر تم تغييره اذا كان في عندنا مشكله او اثار جانبيه مرتبطه باستخدامه، لذلك نحن انا بفضل كثير بشكل اساسي انه نحن اول شيء نعمل كذا قراءه للسكر ونشوف الطبيب يعني اللي عم يتابع الحاله، الهدف انه نحن نشوف شو الامكانيات بتغيير نوع الخافض اذا كان عم بيسبب له اي اعراض جانبي. بالنتيجه اليوم طوال ما نحن ضابطين نسبه السكر امور جيده، انخفاض الوزن ممكن اعتماد على بعض الاغذيه اللي ما لها تاثير على نسبه السكر ب يعني الحفاظ على وزن جوزك نستخدمه بشكل جيد، في كذا غذاء ممكن نحن نستخدمهم ونحافظ فيهم على الوزن بشكل ايجابي، طبعا ننتبه نحن كل المؤشر عندنا مرتبط بنسبه السكر، هل نسبه السكر منتظمه خلال اليوم؟ الدواء اللي عم ناخذه فعال او لا؟ ومن خلاله بتم الاجابه. شكرا كثير لك دكتور على كل هالاجابه لمشاهدينا واستفساراتهم، ونحن بنشكرك لوجودك معنا اليوم على هالمعلومات الطبيه اللي اعطيتنا اياها بما يتعلق بالاعشاب خلال الشهر المبارك. شكرا لكم. شكرا كثير لك دكتور، بنتمنى الكل يكون استفاد من كل